الوصول ديالي كنسمع بصوت محمد رادي الليلي الإذاعي اللي كان في القناة الأولى للأسف، لأن كنتأسفوا لهاد الأمور ديالو اللي ولا كيهاجم في المملكة المغربية الشريفة وفي الشرفاء وهذا، وهادشي عانينا معاه شي 3 سنين كان في البعد. لكن ما تصورتوش أنا فاش غادي يشوفني كيقول لي هما عطاو البيها وناس حداس اللي أنا ما غاديش ننتميهم، لأن الصحراويين كيحترموا المرأة المغربية. هذا باش تعرف بأن هادوك الناس ماشي كاينين صحراويين اللي خودنا صحراوة، والله العظيم ما غاديش يقيسوا المرأة ولا يقول لي ما تصورش الخبيط ديال 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 المرأة. فكان واحد الاعتداءات وهادشي بالدلائل، ومن بعد هاد الاعتداءات وهاد الامور كلها رجع هو الحمد لله. وكان بغي نشكر واحد الاخت اللي صورات هذاك اللقطه اللي الحمد لله وهرسوا لها الهاتف ديالها. يعني هاد الاعتداءات كلها وهاد السب وهاد القذف وهاد الامور ديالهم كلها اللي غادين فيها، يعني راها ما غادا لهم الا وكتبين العالم بانهم واحد ناس ارهابيين، واحد ناس اللي يعني ما كيحترموش ما معنى لا القانون لا الدوله اللي هما مقيمين بها في الخارج. وهذا الشيء داروا في جميع الدول الاوروبيه، وهذا السؤال يعني مطروح. احنا كوطنيين المغاربه اللي في المهجر اللي مخلصين للمملكه، ناس كنحمروا وجه البلاد والدول في اوروبا. يعني تعرضتي لاهتداء يعني التهديدات من بعد المسيره؟ من بعد المسيره كنت فاجئ، يلا وصلت البيت ديالي كنشعل الهاتف كنلقى راسي في مجموعه ديال الجروبات اللي حاشاكم اباحيه، اللي في هذوك المسائل ديال الارهاب السب القذف داك الفيديوهات تهديد بالقتل، يعني شي حوايج يعني خطيره بين قوسين. كيفاش هاد الناس كيفاش كيتعداو كيفاش كيديروا، وتهديدات من ارقام من الجزائر من اسبانيا من فرنسا بدات من المغرب من موريتانيا وكاين من بعد الدول العربيه. هدوك بالقتل؟ هدوني بالقتل، نعم، ليا ولوليداتي ولهذا الوالده ديالي شافت هاد الشيء مسكينه حتى هي، وشافت دوك اسم هذا دارت وفي واحد الحاله نفسانيه، وكيهدوني حتى في الدار عندي وفي العائله ديالي. ولهذا الحمد لله انا جيت باش غادي الحمد لله انا درت شكايه في المهجر، وجيت هنا باش غادي اول حاجه نشوف الام ديالي، لان الام حتى هي وطن، وفهمت الامور والحمد لله دابا راه مسكينه راه لاباس عليها وصحيح حتى هذا. دوك عبر الواتساب اوديوات باش اوديوات عبر الواتساب، لانني انا كرئيس حركه من اجل التواصل التربيع المواطنه عندي الرقم فسميتو في الصفحه ديالي وخداه، لان اكيد غيكون رادي الليلي هو اللي غادي يكون، لانه هو اللي كنسمع في الصوت ديالو مادام حرضهم في الاعتداء ديال هذيك اللقطه الا وغادي يتحمل. كان كيعرف قبل كان في النضال، يعني في صفحات الفيسبوك هذاك الشيء اللي كيتطاول على المقدسات وعلى الشريف ديالنا وعلى هذا، كنعطيوه يعني امور وكان قبل تعدى وهذا، ولكن كان درنا واحد الشكايه قبل ولكن مشات، لان احنا الانسان ما تصورتش انا في يوم اللي ما غادي نشوفه في اراضي فرنسيه ويدير هذا الاعتداء هكا وهذا، فهذا من المؤسف. كنت شي لقاء به قبل؟ عمرك التقيتي به؟ لا ما عمرني شفته، لان هذاك كان داخل بيوتنا كنشوفه في التلفازه المغربيه وكنتاسفوا لهاد الامور كيفاش مشات. كيفاش كتجيك التصرفات ديالو؟ انا بيني وبينكم يعني التصرفات ديالو كيجيني بانه انسان غير عادي اول شيء، لانه كيغير المبادئ ديالو على حسب الاشخاص، لانه كان وطني ومنه كنا كنشمعوه كيبغي الوطن وعارف بان الصحراء مغربيه، وهو ما قربوا بصحراء، هو يعني من باب الصحراء، يعني فوق هادشي كله من بعد على مشكل بسيط مع ناس اشخاص على قبل العمل ديالو، ولا بيعنا هو الوطن وسمح في الوطن وسمح. ودابا كتشوف في التحركات ديالو كلها كانه مريض نفساني، لان مؤخرا كنشوفوا الوالده ديالها اللي كنبغي نحييها من هذا المنبر، اللي مسكينه كتدعي ليه بالهدايه وكتبارك في سيدنا وكتعترف بالصحراء المغربيه، فالردود الفعل اللي كانت هي فاش حرق الباسبور ديالو. يعني هذا الانسان احداث كيتعايش معها كيغير المواقف ديالو، يعني كنتمنوا ليه الشفاء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.